استاذ عبد الرحمن الجوهري، اهلا وسهلا بيك معانا. اهلا بيك. انا استاذ، ايه موضوع حكموم 30 سنه فساد؟ انا سمعت عنه وشايفه على مواقع التواصل الاجتماعي، وعارف ان حركه كفايه هي المتبنيه الحمل دي، فياريت توضح لنا الموضوع. فعلا هذه الحمله هي خرجت من حركه كفايه في اجتماع لجنه التنسيقيه الخاص بها السابق، والسبب الرئيسي في اننا ندشن هذه الحمله اللي هي حمله حاكمون 30 سنه فساد هو ما حدث في الفتره الاخيره من تطاول المتهمين في قضيه قتل المتظاهرين، بدءا من حسني مبارك ودفاعه الذي لا يشرفني ان انطق باسمه، مرورا بالسفاح حبيب العدلي وكافه المتهمين في تلك القضيه، انهم تعرضوا بالسب والقذف والاهانه والتجريح والتشويه للقوى الوطنيه التي قامت بفعل ثوره 25 يناير وتضامن مع الشعب المصري الذي اصبحت تلك الثوره فعله وملكه الاساسي، بل والتعريض والتحريض بفصائل وطنيه شريفه مهدت الاجواء لثوره 25 يناير، ناضلت في ظل نظام القمع والاستبداد والقهر في عهد مبارك والذي كان يقود وزراء داخليته القدامى واخرهم هذا السفاح حبيب العدلي الذي كان يمارس التعذيب والقهر على القوى الوطنيه بفعل جهازه الغير وطني اللي هو جهاز امن الدوله. فوجئنا انهم يقوموا بتوجيه ان حركه كفايه حركه عميله للامريكان ومموله من الامريكان، فضلا عن ان ثوره 25 يناير باكملها هي مؤامره ضد نظام الحكم. فكان الامر مستغرب ان تاتي هذه الاتهامات من قيادات في النظام السابق هم اصلا عملاء للمشروع الصهيوني الامريكي في المنطقه، على راسهم حسني مبارك وحبيب العدلي وغيرهم غيرهما الكثير من كافه رموز النظام السابق. نمره 2 انهم يريدون الان تجميل وتبييض وجه النظام، وعشان يتم تجميل وتبييض وجه هذا النظام الفاسد الذي قام الشعب في 25 يناير لاسقاطه، من اجل هذا التجميل والتبييض يجب ان يتم التجريح والتشويه لتلك الثوره الشعبيه العظيمه 25 يناير، وبالتالي تبين ان المستهدف في المرحله القادمه هو محاكمه 25 يناير. اذا نحن نعيش مؤامره حقيقيه الان، بس هذه المؤامره موجهه الى ثوره الشعب المصري العظيم في 25 يناير التي لولاها ما قامت الموجه الكبيره في القضاء والتخلص من حكم الاخوان الفاسد ايضا في 30 يونيو. وبالتالي وجدنا في كفايه ان ما يتم محاكمه حسني مبارك والعدل وقياداته الامنيه وابني حسني مبارك جرائم اقل بكثير، وعلى راي استاذنا الاستاذ عبد الحليم هنديل حينما قال انهم يحاكمون على سرقه حبل غسيل ولا يحاكمون على سرقه مقدرات الوطن. الاسره دي واتباعه نهبوا مال وارض وممتلكات الوطن، بل استباحوا حرمه وكرامه المواطن المصري طوال 30 سنه، وبالتالي قلنا يجب على النائب العام وعلى جهات التحقيق والجهات القضائيه في مصر ان تحرك كافه البلاغات المقدمه اليها ضد هذا الرجل واسرته وكافه افراد عصابته الحاكمه قبل 25 يناير، يجب ان تحرك جنائيا ويتم التحقيق في كافه البلاغات عن كافه الجرائم التي ارتكبوها طوال 30 سنه، لانه حتى الان لم يحاكم مبارك ولا العدلي ولا نظام مبارك ولا اسرته عما افسدوه ونهبوه خلال 30 سنه، وبالتالي طلعنا او توصلنا الى وجود حمله شعبيه يتم تجميع القوى الوطنيه اليها ودعوه الشعب المصري اليها في ان نضغط على الجهات المختصه النائب العام والجهات القضائيه على محاكمه هذا النظام عن 30 سنه من خلال احياء البلاغات القديمه
المقدمة ضد هذا النظام وعصابته وتقديم بلاغات جديدة عن جرائم 30 سنة. إذن نحن نقوم بحماية وإنقاذ ثورة 25 يناير من أيدي مؤامرة يقوم بها عصابة فاسدة مستبدة تريد أن تعود إلى الواجهة مرة أخرى من خلال ما بعد 30 يونيو، وبالتالي تريد أن تنتنال من ثورة 25 يناير تلك الثورة التي كشفت هذا النظام الفاسد المستبد. وبالتالي نستطيع أن نقول أن الحملة باختصار تسعى إلى حماية وإنقاذ ثورة 25 يناير من كل ما يوجه إليها من اتهامات ملفقة وكاذبة، تسعى إلى تقديم مبارك والعدلي وكافة أعوان النظام وأسرة مبارك إلى المحاكمة عن الجرائم التي ارتكبوها طوال 30 سنة، وعلى رأسها جرائم تصل إلى حد الخيانة العظمى مقدمة لمكتب النائب العام عدد كبير منها ضد حسني وضد زوجته سوزان ثابت المعروفة إعلاميا باسم سوزان مبارك، مقدم ضدهم قضايا بالتخبيل خيانة بطلب التحقيق في جرائم تصل إلى حد الخيانة العظمى. كل هذه الأمور من 2011 ومكتب النائب العام بكافة قياداته السابقة من أيام عبد المجيد مشرع مجيد محمود حتى الآن، تمام، توضع تلك البلاغات في الأدراج وتوضع تلك ومركونة، ولم يتم اتخاذ أي قرار فيها حتى الآن، ودي علامة استفهام كبيرة. نحن نريد محاكمات عادلة عن جرائم فعلية وحقيقية ارتكبت في حق الوطن وفي حق المواطن المصري لمدة 30 سنة. ده الهدف العام من الحملة، وسنظل نتتبع مبارك وأسرته وأعوانه وعصابته بكافة الجرائم التي ارتكبوها بغض النظر عن الحكم الصادر في 27